خلف شاشة قناة الواقع ومن جميع برامج التواصل الاجتماعي. أحييك تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجواء اليوم أوروبية، أمطار وخير وبركة. ما أدري هالأسبوع الأسبوع هذا مختلف فعلا، مختلف ما شاء الله تبارك الله بكل تفاصيله. طبعا اليوم فقرتنا غير، فقرتنا مختلفة. بنسألك مشاهدنا العزيز السؤال اليوم، يقول لك اللي هو السؤال اللي نازل في حساب قناة الواقع في تويتر، يقول لك ما هي أكثر دول العالم إنتاجا للفول السوداني؟ أقول بتجاوب؟ جاوب. الصين طبعا. حبيبي حبيبي، يعني ليش طلعت السودان طيب؟ هو هي اسمها السودان، مش لازم تكون تشتغل بالفول السوداني يعني، ما ممكن ممكن مصر تشتغل بالفول السوداني بس يعني مش هتشتغل. الصين. الصين طبعا. لب الصين. طيب فهي عاد الإجابة عندكم، اكتبوا اسم المتسابق اللي تبونه ياخذ 200 نقطة. اليوم الاثنين ما راح نعطي 50 50 50، 50 50 ما راح نعطي 200، راح نعطيه على طول 200. ده انت بتضحي بقى كذا 200 بمناسبة المطر. ها بمناسبة المطر وبمناسبة الضيوف. عندنا اليوم 3 ضيوف طبعا، مرتبين معهم فريق التواصل اللي هو بالواتساب، مشكورين. وما ندري، انا ما ادري من الضيوف لحد الان، فما ادري هم جوكم يا اعداد ولا ما جوكم، لان لا متسابقين موجودين ولا ضيوف موجودين. وطلع لي 5 دقائق على التايم على الشاشة، لأن إذا ما انتهى الوقت ما راح نستقبلهم كلهم. حتى لو الضيوف جو بنقول لهم اطبخوا والله يوفقكم. لا نطبخ أنا وأنت ونأكل الطبخ أنا وأنت. والضيوف نقول لهم مع السلامة. بالضبط كده. إذا هم موجودين. يلا 5 دقائق الآن. 4:16 ولا 4:15. طيب يلا 20 دقيقة خلاص. بدأوا ال5 دقائق. يعطيك ألف عافية يا محمود، أنت إنسان يعني جميل، أنت وعلي وسيد. أنا بحب صراحة الأستاذ سيد. أيوة أنت تحب المدح، تحب جوك أنت. أنا أحبك كثير. طيب طيب يا شيف، اليوم طبختك أنت غير صح؟ طبختك اليوم مختلفة. مختلفة أيوة. بس أقدر أعرفها وش هي ولا لني؟ نعرف طبعا. على كم تخلص يعني؟ كم يبغى له وقت؟